الآن في مدينة الدار البيضاء خرجنا نسول المواطنين حول النقص المسجل في عدد من الأدوية. العديد من المواطنين اللي استفسرتهم أنفاس بريس أكدوا أن هناك شح كبير في عدد من الأدوية التي لها علاقة بكورونا، مؤكدين أن الإقبال الكبير على هذه الأدوية هو الذي أدى إلى الشح الذي تعرفه في الصيدليات. بالفعل مشيت با مال دو فارماسي باش ناخذ لا فيتامين سي، وتفاجات بلي فارماسيان كيهضروا على اون روبتور دو ستوك، وهادشي ربما الى قلبنا على شي تفسير ديالو غادي نلقاو بلي الناس كياخذوا كميه زايده. داكور، الشيء اللي هو ماشي معقول وماشي منطقي. نورمالمون خاص الانسان الا بغى ياخذ بكميه اللي غادا تكفي ويخلي الناس الاخرين يستافدوا من هاد الادويه. خويا اش غنقول لك، قليله حاليا، قليله مع هاد الموجه ديال كورونا، قليله بالنسبه ليا ولد المنطقه ديال بني ملال. انا ملي تنسولوا عليها في الفارماسي تتصيبها مره ما تتصيبهاش، ممكن خصاص فيها في فيتامين سي. هادشي اللي كاين، انا فايت ليا في الفارماسي تنقلب ربعه الفارماسي نقدر ما نصيبهاش، نقدر نصيبها في واحد وقليل. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. انا قلت لك انا مشيت هذيك المره ناخذه ما لقيتوش. نورمال ممكن ناخذ فيتامين سي عادي، قال لي ما كاينش، عطاونا واحد الفيتامين اخر ما كيتستعملوش بزاف، قال لي مقطوع خصنا نعاود. يعني بزاف كياخذوا الناس بزاف، ما كنظنش. هو قال لك عندهم الدواء قليل، هادشي اللي قال لك في السبيطارات ديال الدوله كياخذوا. وسميت واش الناس اللي مشوا ليه بزاف خاضوا في الاول ما بقاش ولا ما خايدينو عنده تيغلا ولا ما عندي حتى شي فكره. المهم انا كنت غناخذ واحد الفيتامين رخيص تقريبا بشي 30 درهم، قالت لي ما كاينش، خديت واحد ب 70 درهم. وغير بالنسبه للفيتامين سي، يعني كان جميع الناس كيقولوا انه مفقود، انا بتجربه شخصيه ما عنديش، يعني ما مشيتش سولت عليه لان ما حتاش ليه الساعه، ولكن خيال ما كيدقى سيرتو بالنسبه للاخبار، يعني راه ما كاينش في السوق. وكاين حاجه اخرى مهمه، يعني لي غوسيس هما اللي شدوا وخزنوه باش يطلعوا لي من الثمن ديالو ويديروا فيما كيما بغاو. يعني هذا الشيء اللي رائج والشيء اللي كاين في الغالب، هذا الشيء اللي كاين. لا، فيتامين سي كيعطيو لنا بثلاثه باربعه على حسب لي زابوراتوار، اما زيتروماكس كاين ازيميسين، كاين زيتروماكس. المهم الماده ديال لا زيتروميسين راه كاينه موجوده. فيتامين سي اللي قليل كيعطيونا على حسب ثلاثه اربعه خمسه، لا عطاونا البلافو كيعطيونا حتى العشرة، ها؟ حيت قليل في السوق. وكيعطيوك كل مره كيذوقوا، كيعطيو لا كاين اقبال كثير، كيسولوا عليه بزاف. حنا كانت جاتنا واحد الكونتيتي وعطينا الناس كاملين اللي كيجي يسول عليها كنعطيهم، كاين اللي كيخبي كيعطي الكليان اللي كيعرف، اما حنا كاع الكليان كنعطيهم.